نادراً ما تراه بدون آلة التصوير، يرصد الأوجه المختلفة للوجود العسكري في أفغانستان وصوراً نادرة للحياة الأفغانية من خلال عمله كمصور لدى الجيش الأمريكي. عادة لا نرى الوجه الآخر للحرب أي الأطفال. هناك تضارب هائل بين صور الأطفال وأفراد الجيش والمدرعات الضخمة، فأمام الأسلحة تجد الأطفال يلعبون وكأن حياتهم طبيعية، هم اعتادوا على الحرب. تروي صوره قصة وجوه واكبت عدة حروب، وفي العديد من الأحيان تتنقل آلة تصويره بين أيدي الأفغان، فهم أيضا يرون الحرب بمنظورهم الخاص. هؤلاء الأطفال خسروا آباءهم وأشقائهم، فالحرب تؤثر على الجميع، وهذه الصور تربطني بالأفغان، فبعد رحيلي لن أتذكر العمل الشاق وحمل العتاد في الحر، بل سأتذكر هؤلاء الناس. يترك ماكي آراءه الشخصية عن الحرب بعيدا عن عدسة الكاميرا، لكنه يتساءل مثل العديد من الجنود هنا عن فائدة استمرار الوجود الأمريكي في بلد لا يزال يلقب بمقبرة الأمبراطوريات. جسيل مور، سكاي نيوز عربية، قندهار.